مساء الخير أستاذ أسامة، ومساء الخير الشباب المشاهدين. والحمد لله كلمة الأيادي المصرية الخالصة هي بدأت الحقيقة من قبل الثورة شوية، وتوقفت نظرا لظروف الثورة، لكن الحمد لله في نوفمبر 2016 اعتمد لنا الدكتور خالد العناني وزير الآثار مبلغ كويس جدا، وطبعا في وجود ثقة في النفس ومدارس الحفاير، واحنا على قدر كافي من الحفاير والدراسات العملية والعلمية كويسة جدا. فبدأنا بالفعل من 11/2016 واخترنا موقع يسمى جبانة ذراع عبد النجا، وعلى فكرة لم يفرغ ما في جعبته بعد. هناك العديد والعديد والعديد من الاكتشافات الأثرية إن شاء الله سنحققها في الأشهر القليلة القادمة. بدأنا في أول منطقة، وتم الكشف عن مقبرة جديدة جدا تسمى يوسف حاتم قاضي المدينة أو مستشار في المدينة اللقب بتاعه، وكان الحمد لله برضو قناة تن من أحد القنوات الجميلة اللي كانت شرفتنا في الحدث ده يستأنف العمل تاني. وفي 9/9 تم الكشف على مقبرة أخرى لأمو نمحات صانع الذهب، والحمد لله برضو كان في عدة قنوات عالمية ومحلية من جميع أنحاء العالم كلها جاية برضو من مصر كلها. والحمد لله أثناء ما إحنا بنعلن كان قبلها بكام يوم كده تم العثور على بعض الشواهد الأثرية اللي بتقول إن هناك مقابر أخرى. سألنا بقى قلنا يعني معالي الوزير ممكن نكمل؟ قال لا طبعا هدول نستمر علشان نحافظ على وعدنا اللي احنا وعدناه، وقلنا عام 2017 عام الاكتشافات الاثريه الحديثه، وكلها ولله الحمد لله انا بتكلم عليها بايادي مصريه خالصه الحمد لله، بمشاركه مشرفين اجانب او اشياء من هذا القبيل، ام كلها ايادي مصريه دكتور مصطفى؟ استاذ اسامه، هناك ثلاث انواع من البعثات. هناك بعثه اجنبيه خالصه، وهناك بعثه مصريه اجنبيه، وهناك بعثه مصريه خالصه. تمام. البعثه اللي انا بتكلم عليها انا رئيس البعثه دي، وهي بعثة مصرية خالصة ما فيهاش واحد لا بشعر أصفر ولا بعين خضراء حتى لو كان مصريا. يعني كلها 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 مصريين، من العمالة، من العمالة الفنية، من المخرجين آثار، من المرممين، من الحفارين، كله عمالة مصرية خالصة لله. يعني أشكرك وأعتذر نظرا لضيق الوقت دكتور مصطفى، وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، أشكرك شكرا جزيلا.